التقييمات الأهلي يا كابتن رضا، نبدأ بعلي لطفي. علي لطفي النهارده ياخد طلع كورتين النهارده، واحده في اول ماتش وواحده اللي هي بالدماغ دي، بس الثالثه اخطا فيها، ياخد 8. كابتن ابو الدهر، يعني انا شايف ان النادي بيدور على حارس مرمى، وانت على عندك علي لطفي، لا من المدى يعني حارس مرمى جيد، يعني كل الكرات اللي جات له اتعامل معاها، يعني اديله 8 من 10 اصلا. محمود متولي يا كابتن ابو الدهر، يعني بص الثلاثه اسلام انا مش شايف ان راحت لهم حاجه، ما اختبروش يعني بامانه ربنا. انا كنت اتمنى ان حد يزيد فيهم في نص الملعب، يزود لعيبه، لكن الثلاثه ما اختبروش، ما فيش حاجه راحت لهم، هي الثلاثه ياخدوا 6 من 10. طيب تاكيدا لكلام كابتن رضا والكابتن ابو الدهب، دي تامن مباراه لعلي لطفي وياخد فيها كلين شيت، والنهارده طلع واحده اللي في الشوط الثاني بتاعت ميروب. اه طبعا، لا ليه، والشوط الاولاني برضه حط ايده في واحده اللي هي لمست ايده وجت في العارضه، بس الثانيه دي كانت صعبه، ودي كان الجون. خلي بالك، ودي من قوتها برضه، لولا ان هو لمست ايده وطلعت جت في العارضه كان الجون برضه. يعني انا بشوف ان علي لطفي مظلوم ان هو ما بياخدش فرص كتير. ما احنا قلنا الكلام ده، لازم كان ياخد، وكان هو ده اللي هيصحصح الشناوي، وهو ده اللي هيرجع الشناوي لحالته، انما هم للاسف كان حلو وحش بيلعب الشناوي. محمود متولي يا كابتن رضا، انا اديله النهارده 6. كابتن ابو الدهب، ياخد 6 اصلا. عبد المنعم يا كابتن ابو الدهب، ياخد 5. كابتن رضا، هديله 4 لان بيشوح كتير. رامي ربيع يا كابتن رضا، مش عاجبه حد. رامي ربيع هديله 4. كابتن ابو الدهب، 3. محمد اشرف كابتن ابو الدهب، يعني ده مستقبل ولعيب كويس، ياخد 5 اصلا. كابتن رضا، 6. محمد محمود كابتن رضا، انا مش عارف بيطلعوا ليه، يعني ده لازم يديله عشان ده لعيب من اللعيبه اللي هي قليله في مصر، يعني اديله النهارده 6. كابتن ابو لازم يصبر عليه، ده لو خد ده اسلام، انا بضمن لك لو خد مباريات كتير وخد ماتشات كتير جدا، ده اضمن لك ان يبقى من احسن صناع الالعاب. هيبقى صالح جمعه. محمد فخري يا كابتن رضا، محمد فخري مش عاجبني خالص بصراحه، يعني ما اعرفش، بيقعد يلف كتير ويدور كده على الكوره، مش اللعب اللي هو يعني مثلا عجبني النهارده ميدو نبيل عنه، لان كل كورته لقدام، كل كوره لقدام. فانا اديله 4. كابتن ابو الدهب، ياخد 4 اصلا. كابتن رضا كريم فؤاد، اديله 7 النهارده. كابتن ابو الدهب، ياخد 6 النهارده. زياد طارق كابتن رضا، اديله 8، وما اعرفش خرج ليه، يعني انا ما اعرفش خرج ليه. كابتن ابو الدهب، ياخد 7. كابتن ابو الدهب حسام حسن، يعني ياخد 4 اذا. كابتن رضا، اديله 7. ميدو نبيل كابتن رضا، اديله 6. كابتن ابو الدهب، 6. 6. ميكسون يا كابتن رضا، اتفطم من يوم ما ابوه مشي، اتفطم. ده الضرب في الميت، حرام. لا تحس ان هو تايه حول. لا انا يعني مش مقتنع ان ده يبقى محترف موجود في النادي الاهلي. محمد هاني يا كابتن رضا، والله ما كانش وحش لما نزل عمل حركه ناحيه اليمين، اديله 7. كابتن ابو الدهب، 6. كابتن ابو الدهب احمد عبد القادر، لا كان نزل عمل حركه النهارده، ياخد 6 اصلا. كابتن رضا، انا ما كنتش احبز ان هو يلعب، كان اللي يلعب مكانه صلاح، لان انت عايز كروسات وحاجات، عايز حد ينط وعايز حد يهابر، فاحمد عبد القادر يلعب لما يكون الجيم مفتوح. الجيم النهارده كان مقفول، وهو ميزته ان هو بياخد الكره ويخش ويعمل الاختراقات. احمد سيد غريب يا كابتن، فانا ادي لاحمد عبد القادر 3 النهارده، ما عجبنيش. احمد سيد غريب ما لحقش، كابتن ابو الدهب ما اختبرش، ما لحقش. سوارش يا كابتن ابو الدهب، سوارش يعني اقيمه زي النهارده؟ انا شايف لعب حماس، مفيش جمله، ما فيش جمله، يعني ما انا بقول لك انا ما شفتش جمله، انا اول مره اشوف النادي الاهلي بيلعب بحماس كده وبيروح للجون بدون فعاليه على الجون. طيب ما فيش جمله على الفعل، ياخد 2 من 10. كابتن رضا، يروح. طيب عمرو حسام كابتن رضا، جون الاسترن كامباني، لا النهارده مطلع كورتين ثلاثه بصراحه، فرقوا في اللقاء. 8، اديله 8. كابتن 8 اسلام. كمال ابو الفتوح كابتن ابو الدهب، 6. كابتن رضا، كمال ابو الفتوح ده اللي كان بيلعب ناحيه الرايت،
اللي هو كان بيلعب بثلاثة مساكين في اتنين بيزيدوا على طول، اللي هو كان محمد صالح ساعات وكمال ابو الفتوح، فممكن اديله سبعة. كم تاخد ده؟ ما كمال ابو الفتوح اديته ستة. لا محمد صالح كابتن رضا تمانية، ده من احسن اللعيبة اللي هي ده فلسطيني، ده اللي اطرد. اه لعيب هايل كابتن ابو الدهب. لا عاملين مباراة كبيرة، هو احمد جودة ياخدوا تمانية، اسلام الاثنين. احمد جودة كام يا كابتن رضا؟ احمد جودة ياخد سبعة، هو كان عليهم بصراحة محمد صالح. صابر الشيمي يا كابتن ابو الدهب ستة. كابتن رضا خمسة. طرابلس كابتن رضا كان هايل بس ما كانش يعني زي الماتشات اللي فاتت، اديله خمسة. كابتن ابو الدهب ستة. مودي ناصر كابتن ابو الدهب خمسة. اسلام سبعة، ده لعيب ابو شعر، ده اللي هو لعيب هايل، ده كان بيقف الوحيد على الكورة وبيغير اتجاهاته وبيضغط صح، ديفندر كويس. كابتن ابو الدهب حمزاوي. حمزاوي ياخد سبعة. اسلام كابتن رضا ستة. متعب يا كابتن رضا؟ متعب ياخد تمانية النهارده، لعيب هايل. ده متعب ده كان معايا في دمنهور على فكره. والله والله كان لعيب في دمنهور، كان لعيب كان لسه طالع يعني، كان ناشئ، كان هو وعمار ومحمود معاذ ووجيع عبد الحكيم، ده الجيل بتاعه، لعيب الكوره كانوا عفاريت كوره. كابتن رضا تمانية. عماد ميهوب يا كابتن رضا النهارده كان وحش جدا، ما كانش هو بس عشان الكوره اللي عملها بدماغه اللي انقذها على لطفي، اديله ستة. كابتن مش في حالته لان هو الوحيد اللي بيقف يتنطط ده خمسه. اسلام فراس يا كابتن ابو الدهب ياخد سته. اسلام كابتن رضا ياخد سته برضه لان كان بيلعب فرد اكتر منه جماعي. احمد تمساح يا كابتن رضا ملحقش، وده برضه ذكاء من الكابتن علاء عبد العال لما طرد منه محمد صالح فما كبرش وقال لك انا لسه منزله والكلام ده، وكان منزله ان هو يعمل اسيست يجيب جون يعمل كروس، يعني البودله بتوع الاسترن كامباني ما لحقوش. لا ما لحقوش، هم نزلوا في الاواخر. علاء عبد العال تديله كام النهارده؟ اديله 8. كابتن ابو الدهب لا هو تحقق لما اراد، هو بيلعب على التعادل فياخد 9 من 10. طب يلا بسرعه.